رجعنا لكم بعد الفاصل مع خبيرة التجميل أستاذة سلوى محمد، متخصصة البروتين للشعر. طبعا كتير مننا بنات كتير جدا بيبقوا عايزين يعملوا بروتين بقى شعرهم مجعد، بس مش عارفين البروتين هيمشي ويتماشى مع شعرهم ولا مش هينفع. فهتفيدنا اكتر في الموضوع ده ضيفه حلقتنا استاذه سلوى محمد. الاول احب ارحب بحضرتك يا استاذه سلوى. اهلا بيكي حبيبتي. اهلا بيكي. الاول عرفينا بنفسك ودخلتي الكارير ده امتى؟ انا اسمي سلوى محمد. بالنسبه لان دخلت الشغل امتى او المجال ده امتى؟ من حوالي 4 أو 5 سنين. اصلا الروتين ظهر بس من حوالي 5 سنين فعلا، وكان كمان في البدايه كرياتين وبعدين بقى بروتين. بنات كتير بتبقى عايزه تعمل البروتين في شعرها بس بيبقى في شعر ضعيف، يعني ممكن هي بتبقى خايفه اصلا تقبل على هذه الخطوه. فانت بتنصحيها بايه؟ او مثلا كل انواع الشعر تنفع لها بروتين ولا انواع وانواع؟ لا، هو على فكره كل انواع الشعر بتنفع لها بروتين. بس بنسب بقى؟ لا، هم مش بنسب ولا حاجه. يعني مثلا انت بقى والمتخصصه بتبقى فاهمه مثلا هي هتشتغل على الشعر الضعيف ازاي والشعر اللي هو القوي ازاي. بس فغالب كل الانواع بتنفع الا طبعا شعر. من سن كام مثلا ابدا اعمل بروتين لبنتي او ليا لنفسي؟ ما هو من سن 8 انا ببدا البروتين. للاطفال البنات الصغيرين من سن 8؟ من سن 8. في بقى يعني لو كان يعني لو اصغر من كده بيكون الشعر محال، طبعا التسريح بيكون متشابك جدا والام بتتعب وكده لما بتسرحه، فممكن في الوقت ده لو الشعرية قوية ممكن نبدأ لها مثلا من 6 كده يعني. ما اعتقدش. طب لو حد مثلا جاله شعره بنت مثلا شعرها ضعيف قوي، عادي بيتعمل لها بروتين مثلا بنسب معينة ولا ما ينفعش خالص؟ لو شعرها ضعيف جدا بيقع وتقصف وكده بينفع لها ولا ما بينفعش؟ هي اصلا ما اعتقدش هي بتقضي مع البروتين، بدل هي تعالج الاول المشكله اللي عندها وبعد كده هي التقصف والتسقط الزياده ده متهيأليش اصلا هي ممكن تفكر في خطوة البروتين في الوقت ده يعني، انما لو التساقط طبيعي فما ما فيش ادنى مشكله. جميل. طبعا احنا معانا دينا ايمان، الموديل ايمان جميله وشعرها ما شاء الله جميل. اشرحي لنا بقى الخطوات اللي انت عملتيها على الموديل بتاعتنا الجميله. اوكي، انا كده اصلا كنت مصوره الخطوات على الفيديو من شويه، يا ريت. هو الفيديو لسه بيجهز. طيب عرفينا، طيب لو الشعر فيه صبغه هل ممكن ان انا اعمل بروتين وشعري فيه صبغه او لسه صبغاه ولا ما ينفعش؟ على فكره في صبغه للبروتين بس، فطبعا انا علشان انا عارفه الشعر انا بحب انا بنفسي اللي بعمل الصبغه علشان بحطها بمده معينه. بعد؟ لا، بتبقى قبل البروتين. في نفس الوقت ممكن بعملها على فكره بدل هي مخصصه للبروتين في نفس الوقت، انما في بنات بتفضل ان هي تعمل بنفسها. فده بقى هي مش عارفه يعني المفروض ان هي تحطها وقت قد ايه علشان البروتين. فانا بقدر الامكان بحطها وقت قليل علشان طبعا جلسه البروتين والصبغه مع بعض بتبقى صعبه يعني على الشعر. كويس، جميل. برضو في ناس بيبقوا يعني انا هعمل بروتين وهصبغ شعري بعد البروتين. لا فعلا في ناس كتير. انت بتنصحي بايه؟ في فعلا كتير بيقولوا كده، بس طبعا ما بفضلش اطلاقا ان هي تصبغ بعد البروتين، لان اساسا البروتين بتبقى ماده لاصقه او ماده عازله ما بين الصبغه والبروتين بيبقى ماده عازله. فهي بتحط كده فبتخترق الشعرايه، فشيء طبيعي ان الشعرايه بتتفتت فبتتقصف تبوظ مفعول البروتين طبعا. زائد اصلا ان هي عقبال ما بتخترق البروتين بتكون قطعت الشعرايه وبوظتها تماما يعني. طبعا يا جماعه استاذه سلوى محمد حد مجتهد وشاطر جدا، هي موجوده عندنا في القناه من الساعه 7 الصبح قاعده بتعمل البروتين للموديل الجميله ايمان. أيوة. يعني عرفينا برضو الخطوات والفيديو هيشتغل معانا. انت من الساعه 7 وما شاء الله شغاله فيها وواحده واحده، يعني انا شايفاكي ما شاء الله عليكي بروفيشنال. انت الاول بتبداي بايه الخطوات؟ اول حاجه طبعا هي بتكون غسله، او انا غسله لها شعر كويس، لان لو لقيت فيه هو كده وانت شغاله معاها. تمام، ده كان في البدايه فعلا. تمام. ساعه ما انا حطيت البروتين الصبح. تمام، وزي ما انت شايفه بصي بنبعد عن الجذر بشويه اهو، زي ما انا وضحت بشويه يعني علشان البروتين على الشعرايه ما يجيش على الفروه. انا قلت قبل كده ان البروتين ما يعني ما بينفعش يجي على الفروه. فانا بعالج الطبقه الخارجيه فقط. تمام،
شفتي حتى الطبقة التانية بتيجي بنفس الطريقة. ما شفتي؟ بيجيش على فروة الشعر عشان ما تبوظيش البصيلة نفسها، بالظبط. ما تبوظش. ايوه، فهو لما جميل. لانه ويا البنت كان واضح ان شعرها فيه نسبة يعني تجاعيد، اتمنى لو كان في الفيديو قبل انا كنت موضحاه جدا في البداية كانت باينة خالص. في بداية الفيديو، انا شفت شفتيها؟ الشعر. طب اوكي تمام. دلوقتي هو كده بتوزعي البروتين. اول خطوة بتعمليها بتغسلي طبعا الشعر كويس وبتنشفيه تماما باستشوار. لازم يبقى ناشف عشان تحطي البروتين. طبعا، علشان تمام. كل ما يبقى في ميه بتبقى الميه بتبقى عازله. خدي بالك لازم لازم يبقى ينشف ناشف كويس تماما. علشان ياخد كميه كبيره، تمام. فهماني؟ عشان يشرب كميه كبيره من البروتين، انما لو في ميه مش هياخد كميه كبيره على فكره. تمام. ومش وبعدين بوزعها وبعدين مش بكبس بقى. هيستفاد. تمام. اللي انا سايبه خصلتين علشان الكبس، عشان البنات تشوف برضو تمام. انت الاول الشغل. وزعتي البروتين، تمام. بتسيبيه ينشف ولا بتعملي بتكوي على بسيبه طول؟ ساعه. وبعدين بروح. بتلفي بقى الشعر ولا بتسيبيه كده؟ لا على فكره، لا مش بلف الشعر خالص. انا مش عايزاه يتلف علشان البروتين ما يسيحش على الفروه. اذا ان البصيله هتتسد بالبروتين، فممكن في الوقت ده ان هي ما تتنفسش، فشيء طبيعي ان الشعرايه بتقع. ويحصل تلف للبصيله. وطبيعي ان هي الشعرايه بتتساقط يعني. ايمان ورينا شعرك كده، لفي كده بالكرسي. هو بالكرسي الكرسي يا ما امان؟ بيلفش. بالكرسي طيب مش ماشي بلف. ماشي تمام. رجعي تمام. بقى انا شعرك جميل ما شاء الله، ده جميل. خدي بالك، ده قبل الغسيل يعني يعني. انا قبلك دلوقتي لسه. المجعد قوي، المفروض ما يعني بتغسل تاني. ايوه طبعا بتغسل تاني لسه دلوقتي على فكره. جميل. بس انا هقوم اكبس لها دلوقتي. اوكي تمام. في ولا نسبة صبغة تقريبا، ايوه. وده من زمان بقى. هي عاملاها من زمان، مش انا اللي عاملها لها، مش هي هتعمل اي عاملاها قبل. مشكلة خالص. لا لا لا، مش هتعمل مشكله. البروتين تمام. بيفرد بس ولا فرده وبيعالج؟ طبعا كل الشغل اللي معايا معالج. تقصفات بقى طب احنا ممكن نشوف الجزء اهو. اللي هو الفاضل ده طب نعمله، اوكي اللي الباقي ده. اهو. تمام. تعالى بقى بالكاميرا. هي طبعا استاذه سلوى سايبه خصله عشان تعملها قدامكم على الشاشه. طبعا في بنات ما بتعرفش تمسك المكوتين مع بعض. تمام. انتي سبتي الخصله اللي فوق. علشان اوضحها برضو. وبرضو طبعا زي ما شايفين فيها نسبه برضو تجاعد بسيطه. بسيطه، دي لان كده انا فيها يعتبر انا عامله اصلا شغاله البروتين. عليها من قبل على فكره. بصي، غالب المتخصصات ما بتعرفش تمسك الايه المكوتين مع بعض. اهو. حد بروفيشنال بقى يا استاذه سلوى. ربنا يخليكي يا حبيبتي. انا بس عايزه حاجه احط عليها. ارفعوا وشك كمان عليا لو سمحتي. جميل، وكمان بينجز في الوقت. كل ما المكوه بتكون عاليه. تمام. كل ما ينجز معاكي في الوقت. انت كل كده ما المكوه بتكون عاليه. وبصي الجزر اهو بتدوس عليه مثلا ايه ثلاث مرات ولا حاجه. بيكون ازيد بشويه من ال انت حطيتي البروتين وبتكوي على البروتين ما بالظبط ينشف. اهو. جميل. لا خدي بالك، انا ما بكوش على البروتين على فكره. لما بينشف. ايوه. لما بينشف انا بكوي عليه. جميل. ايه كده ايمن؟ ايمن هاتي المكوه لو سمحتي. هاتي المشط قصدي. ايمن شعرها متوسط. ايوه. مثلا متوسط التجاعيد اعتقد. وبرده هو طوله متوسط. البروتين يعني ممكن مثلا جلسه واحده وشعرها خلاص يبقى تمام وجاهز ان هي تخرج بيه ويبقى جاهز تمام، ولا محتاج كذا لا، جلسه؟ كل ده في جلسه واحده. انا ما بحبش على فكره البروتين يتعمل فيه كذا جلسه عشان يكون عندك علم. طب لو شعر مجعد او كيرلي قوي بيبقى محتاج مثلا كذا جلسه لا او كده؟ اطلاقا، كله جلسه واحده على فكره. كل الشغل جلسه واحده. متمكن انت يا متمكن. حبيبتي بصي اهو. وطبعا الاطراف عشان هي عندي هنا يعتبر الصبغه لسه موجوده. خدي بالك ما بنضغطش قوي على الاطراف علشان ما تقصرش منك. وده الخصله اللي بعدها اهي. خدي من كده لو سمحتي. ارفع وشك عليا شويه. هو بس عشان الشعر يطلع في الكاميرا. ممكن نقف الناحيه الثانيه كده. اوكي. هاتي لي المكوة كده من الصبح. تمام. اللي عمل بروتين بقى وخلاص، ويعني بيبقى مثلا محتاج يعمل جلسة تاني امتى؟ خدي منها المشط.
بيبقى محتاج يعمل جلسه تاني امتى؟ اعاده لما الشعرايه تطول من الجذر. ما هو انا برضو مده البروتين اللي هي مدتها لما تطول. تمام، خدي بالك انا غاسله الشعر، يعني انا شطفه شطفه كده، نص شطفه يعني. تمام، هاتي هاتي مشط كده من صحتي اهو. خدي بالك انا عملت، وبعدين بتيجي على الجذر بس تزودي عليه شويه. معانا مداخله هاتفيه، معانا ساره. الو. ايوه يا ساره، ازيك؟ الحمد لله. انا عايزه اقول لاستاذه سلوى تسلم ايديها، انا شفت الحلقه وعجبتني جدا، وكنت اصلا لسه عامل بروتين وخايفه، بس هي شجعتني يعني ان انا اخد الخطوه. اتواصلي بقى مع استاذه سلوى، ارقام التليفون موجوده على الشاشه، وعنوان المكان بتاعها موجود على الشاشه، تقدري تروحي لها في اي وقت. يعني ان شاء الله اول ما الحلقه تخلص انا هتواصل معاها عشان احدد معاها. ماشي يا جميل، شكرا. تسلم ايديها وشغلها حلو جدا، يعني احسن من ناس كتير شفتها قبل كده. شكرا يا ساره، ربنا يخليكي يا حبيبتي. شكرا، شكرا ليكي. شكرا يا ساره. طبعا دي الخسره الاخيره اللي انا كنت اصلا سايباها من قبل كده. هاتي مشط كده. بس ما خدتش معاكي وقت خالص. لا خالص، خدي بالك هي ما خدتش وقت، لان برضو شعرها مش مجعد قوي. تمام، زائد ان المكوي عاليه زي ما انا قلت لحضرتك قبل كده. انا فعلا اول مره اشوف حد بيشتغل بالمكوتين. ما هو بقى مش كل الناس يعني علشان تشتغلي بالمكوتين عايز وقت، يعني وقت في ممارسه البروتين عشان تقدري تمسكي المكوتين مع بعض. اهو ارفعي كده اهو. انا اشتغلت، ضفت يعني زياده كبسات على الجذر. تمام اهو. طبعا الشعر دلوقتي شكله تحس ان هو كده يعني مش ناعم قوي، طبعا بعد الغسيل بيختلف تماما النتيجه. دلوقتي انا خلصت لها. تمام، دلوقتي من هتروح تغسل شعرها، وبعدين بنرجع بقى بننشف الشعر وبتشوف النتيجه الاخيره. الشكل العام جميل، حلو قوي. بتبدا بقى الجلسه الثانيه، يعني لما الشعر يبدا يطلع تاني بالظبط. مثلا العمر الافتراضي قد ايه مثلا للبروتين او للجلسه؟ بصي، هو المفروض ان انا على فكره كده خلصت. تمام، افردي بقى شعرك كده يا امي. جميل، طبعا بعديها بتحطي سيرم. جميل، ما شاء الله، حلو كده يا امان. ده انت كده قبل السيرم كمان. وقبل الغسيل بالعكس على فكره، بعد الغسيل بيفرق معاكي جدا. طبعا علشان الاطراف مصبوغه، فاهمين؟ هو الشعر باين صحي قوي، وباين ان هو كمان يعني ناتشورال طبيعي قوي على فكره. هي امان عامله فيه كتير صبغات من قبل كده، ما هو باين الدرجات. يعني عامله هذا شعرك كده امان زي ما قلت لك. طبعا لما يتغسل يا بنات على فكره بيفضل، يعني هو لو كان في وقت في الحلقه ممكن نروح نغسل. لسه وقت قد ايه؟ طب ممكن تروحي طيب بسرعه؟ طب يلا امين، يلا امين روحي اغسلي بسرعه. ايه؟ ايه عندك المجموعه؟ اوكي، افصلي بقى المكوي، افصلي الفيشه تماما. الجلسه يعني هي خدت معاكي وقت قد ايه مثلا؟ احنا شغالين من الساعه 6، يعني يعتبر من الساعة 7 ولسه يعتبر 4 ساعات. ما كملتش مثلا يعني 3 4 ساعات. 4 ساعات. ما هو عشان خدي بالك برضو هي شعرها خفيف. يعني الشعر كتير بياخد مني وقت اكتر. بنات كتير قوي بيعملوا بروتين وبيعانوا ان شعرهم باظ على البروتين. انت الماتيريالز اللي بتستخدميها عباره عن ايه؟ عشان في بنات كتير بيعملوا بروتين وشعرهم بيبوظ اكتر على البروتين، الماتيريال اللي بتشتغلي بيها يعني الانواع. اللي الأنواع. انا بشتغل بيها على فكره انا ما بقولش الانواع اللي انا بشتغل بيها خالص على فكره. بصي، هو ممكن اللي بيستخدم هو اللي انا بستخدمه هو بروتين برازيلي. تمام، هو افضل حاجه على فكره البرازيلي. افضل حاجه، لان الامريكي كبسه صعب قوي، ف
فشيء طبيعي لما انت بتخلصي كبس للشعر الضعيف فبيحصل تساقط شديد وتقصف. انت عشان حد بروفيشنال ففاهم برضو، ممكن حد يروح يعني بنته تروح تعمل بروتين عند حد مش شاطر ومش بروفيشنال، ممكن تقع في مخاطر ايه وممكن يحصل لها مشكله ايه في شعرها؟ بصي على فكره ممكن اللي تكون بتعمل يعني متخصصه كويسه فعلا، بس البنت مثلا ما اعتنتش بالشعر كويس. على فكره في الحاله دي إيه، ان هي شيء طبيعي ان هو بيبوظ منها. اولا انا بقول لها إيه، نشفي الشعر كويس جدا إيه لما بيكون مبلول إيه، ما تستخدميش حاجه فيها صوديوم زي الشامبو الصابونه، الحاجات دي غالبها فيها صوديوم فما ينفعش خالص مع البروتين. خالص. طيب انا مثلا البنوت عملت بروتين، في قرص علاجي مثلا بتمشي عليه، او مثلا نوع شامبو معين، نوع سيروم، نوع يعني انواع معينه كده بتستخدمها وبتفضل ماشيه عليها ولا ازاي؟ انا بدلها كل الحاجات دي، كل متوفره عندك كمان؟ متوفره عندي. جميل. طبعا انا كل لما بتسهل الدنيا على البنات اكتر طبعا، يعني تمام بروتين وبتديهم الحاجه اللي يستخدموها المفروض. ايوه عشان انا مش عليها. مش عايزه ان الشعر يبوظ، يعني عايزاها تعتني بنفس الشكل اللي انا قلت لها عليه وبنفس النظام اللي انا ماشيه عليه. لو فعلا عملت كل الحاجات اللي انا قلتها لها ما اعتقدش ان الشعر هيحصل له تساقط. جميل. بيستخدموا ايه بقى بعد البروتين؟ حمام كريم وبلسم والسيروم اللي هو في الاخر. حمام الكريم طبعا بعد ما تغسل شعرها، بعد ما خلصت الجلسه دي تماما. هي امان دلوقتي راحت تغسل شعرها. تمام. انا قلت لها تحط حمام الكريم على شعرها. المفروض ان هي هتستنى دقيقتين، بس مش عارفه هتقدر تستنى دقيقتين ولا لا، على حسب وقت الحلقه بقى. على حسب وقت الحلقه يعني، يا رب يلحقونا بس ان شاء الله البنات تتاكد من النتيجه هتبقى ازاي بعد الغسيل. ليه متخيلين ان انا بكوي وبعدين بصور؟ فهماني؟ لا انا بصور بعد الغسيل بس، يا رب نلحق. انت بتعملي البروتين وبتكوي على البروتين وبتغسل شعرها؟ بصي ده انا ما بكويش على البروتين على فكره، انا لازم اشطف الشعر الاول علشان اشيل نسبه الزياده في البروتين. يعني انت بتحطي البروتين ينشف وبتشطفيه وبتنشفي تاني؟ بالظبط. تمام. بتنشفي برده تماما بعد 80%. تمام. كويتي بتروح تغسل شعرها بالزبط. وبترجع ايه تاني بقى، تعمل ايه تاني؟ وبعدين بنشف بس. دي بقى النتيجه، لو في تقصف في الاطراف بتحطي السيرم عليه وبتضغطي خطوات خفيفه كده بالمكوى علشان السيرم يتعمم في الجذور او قصدي في الاطراف علشان ما يحصلهاش تقصف يعني. جميل. بعض الحالات مش كله، في بنات بتبقى الشعرايه مش الاطراف كويسه. عايزين برضو نوضح للساده المشاهدين، يعني هي البنت كان ما شاء الله كان شعرها حلو بعد ما عملت المكوى على بعد البروتين، ما تغسل شعرها يبقى نفس النتيجه؟ عشان برضو يعني عشان ممكن وقت الحلقه ما يقضيش، يبقى نفس النتيجه؟ نفس النتيجه. ما عشان كده انا نفسي. ولا لازم مثلا تلف شعرها طاقيه؟ لا لا اطلاقا، ما فيش الكلام ده، ما فيش خالص اطلاقا. هي شعرها زي ما هيفضل بقى مفروض كده هيفضل مفروض على طول. ما لذلك انا بقول يا رب تخلص بسرعه علشان نلحق اوري النتيجه للبنات. واثقه في نفسها. واثقه لان انا مش اول مره يعني اشتغل في المجال. بقالك قد ايه؟ بقالي حوالي 4 سنين، وانا قلت لحضرتك من شويه ان هو اصلا يعني طالع من حوالي 5 سنين. كويس. انت داخله اصلا مجال البروتين ده هوايه ولا انت ده كارير شغلك اصلا؟ لا هو ما كانش في البدايه هوايه بصراحه، كان يعني زي حرفه كده في البدايه. بس جميل. اكيد طبعا بداتي بقى تجربي على شعرك وشعر اصحابك ووصي طبعا في الاول. فعلا ده حصل اكيد في البدايه، لاني اكيد ما كنتش متمكنه قوي، فطبعا الممارسه بقى هي علمتك من اخطائك. ما شاء الله البنوته شعرها طالع رائع على الشاشه ما شاء الله، وده والله بيبقى اجمل بعد الغسيل يا رب. بس احنا ما شاء الله اجمل من كده كمان يعني بعد ما تغسل اثار المكوى طبعا بتروح. ايوه طبعا، اي مكوى في الدنيا شيء طبيعي ان ما انت بتخلصي بتغسلي طبيعي بيرجع الشعر اصلا. بتستعجلها كده؟ طبعا البنت هتيجي ان شاء الله دلوقتي، انا عارفه ان انت عماله تستعجليها. هتيجي وهنشف لها طبعا بالسشوار وهنشوف بقى شعرها قدام الجمهور ان شاء الله، فما تقلقيش هي جايه على طول. اوكي. يا رب. عايزه اعرف البروتين. طب ماشي نشوف صور بعد كده نبقى نشوف البروتين. أوكي. مثلا صور الفيديوهات يا ريت. يعني انت قلتي نوع صبغه معين قبل البروتين. بس الصبغه دي انا اللي بعملها برضو. ما هو انت اللي عامله الصبغه ليه في الصور دي؟ هي خدي بالك برضو البنت كانت صبغه من قبل، لذلك تحس ان شعرها فيها خصل كده، في حته فاتحه وحته غامقه. هو اصلا كان اللون الرئيسي بني، كان الرئيسي الرئيسي اللي انا عاملاه كان بني على فكره. بس الاصفر ده اللي هي كانت عاملاه قديم. كويس. ايه ده شعرها مجعد جدا. ايه ده؟
لا 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 مش متخيلة بجد ما شاء الله، يعني من واخدة كده بالك في من التجعيد الأسود، ده يعني. الأسود وبعدين الأصفر أو اللون اللي هي الصبغة اللي هي عاملاه، انت وده اللون صبغتيها الأخضر. الأول أيوه بالظبط يعني، معقول من التجعيد ده الليس ده؟ ما شاء الله. ورينا الفيديوهات بقى، الفيديوهات أنا كنت كويس. برضو بعتها، الفيديوهات الفيديوهات بتوضح لك أكتر. هتنزل ثواني بعد الصور الفيديوهات هتتعرض. تمام. بس جميل ده، نسبة التجعيد يعني ما اوكي حدش دي يتخيل كانت ان هي بعيدة. هتبقى بالنعومة دي. لا لا انت ما شاء بجد الله، يعني ما شاء الله حد بروفيشنال جدا. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ميرسي. الجلسة دي بتقعد معاكي وقت قد ايه؟ اللي هو الشعر اللي كان معروض ده، انا شايفة تقريبا الشعر اللي كان معروض في الاخر ده، ده اللي هو القصير تقريبا، كان اللي هو الكيرلي قوي ده. الكر في العام يعني، في خد العام وقت قد حوالي ايه؟ 5 ساعات 6 ساعات. برضو مش كتير. وانا قلت لحضرتك برضو على حسب الكهرباء بتاعت المكان برضو. عصرتي كويس يا امان. ايوه يا ريت برضو. الفيديوهات تيجي على فكره، السادة الفيديوهات المشاهدين بتوضح بقى اكتر هيشوفوا الفيديوهات عقبال ما تشتغلوا. البنت اخيرا جت. عصرتي كويس يا امان؟ مش قوي، مش قوي ليه يا امان؟ طبعا زي ما احنا ما شايفين الشعر مجعد جدا. طبعا بعد ما بتغسل شعرها تمام بنشفه كويس. انت خد بالك ما عصرتش كويس. طبعا بنعصره كويس، مفيش مناديل جبتيها؟ ما فيش مشكلة، احنا ممكن بقى نشتغل بالسشوار. اوكي ممكن نشتغل على خصلة واحدة نوريها للسادة المشاهدين. اوكي علشان ماشي. اوكي تمام هو حلو بعد جدا. ما الشعر ناشف بص وما بعد ما اتغسل بطلع، كمان بعد ما بنخلص الجلسة ممكن على الخصلة اللي هي قدامنا دي. اوكي اهي. طب احنا معانا دقيقة بقى، هتلحقي ولا ايه؟ ايه ممكن خصلة انا واحدة هحاول. بس اوكي عشان نوريها للسادة المشاهدين. السشوار دي كده امان علشان نحاول ايه نبان على الاقل الخطوه دي. هو واخده بالك؟ يعني بتنشفي بس ما رجعش ولا حاجه زي ما اهي. الخطوه لسه واقفه على فكره. ده مش سشوار على فكره يا جماعه، ده حاجه بتنشف الشعر يا جماعه. ده بينشف ما الشعر. ما بفردش انا، ما بفردش الشعرايه اهو. انا اصلا ما بفردش الشعرايه اهي، هي اصلا باينه اهي. ما ينفعش كمان شد بيها، شديها على جسمك كويس. يا رب نلحق بس نمشي. انا طبعا بنشف بسرعه. طب خلاص بقى نوري للكاميرا عشان كده خلاص وقت الحلقه خلص. للاسف انا كان عامه هو اهو لسه مفروض يعني. هو طبعا طبعا باين ان هو مفرود ازاي، وبعد ما كمان نشف يعني نفس النتيجه، نفس نتيجه يا جماعه غسلت اهي. فبجد يا ريت الكاميرا لو الكاميرا موضحه. فتسلم ايدك بجد، وكانت حلقه جميله وشرفتونا استاذه سلوى محمد وايمان الموديل الجميله، وان شاء الله نبقى مع بعض فقرات تانية كتير، والى اللقاء.